نرجع لحضرتك تاني ونتكلم بقى كمان على نوعيه لو القصص. طفل بقى عمره في حياته خالص عمره في حياته خالص ما مسك كتاب ولا قابل ده خلاص عايز حاجه من نفسه، ممكن اعمل له ايه؟ ايه بقى لو هو طلب ان هو يقرا لا 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 هو اصلا هو مش عايز كتب ولا عايز يبص على كتاب وشايف ان دي حاجه مش مهمه وكل ده خلاص، ومش ومستحيل يفكر في الريدنج اصلا. نجيب له حاجه بيحبها؟ لا 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 ايه حاجه انا هجيب له؟ ما بقول لك هو اصلا بيقاوم ان حد يعمل له حاجه. لا انا هعمل فكره رومانسيه شويه، لان احنا كلنا بشر وكلنا بنحب الحب وكلنا بنحب الاحاسيس بصرف النظر على ان الطفل العملي يبان عكس كده واكتر واحد بيحب يتكلم عن نفسه. اوكي فنجيب صوره وهو صغير والام تكتب كوتس صغننه وتطبعها له في كتاب. دلوقتي بقى في تكنولوجي واقدمها له هديه، اقول له انا جايبه لك هديه ونقعد نقراها سوا. اديني بدات فتحت مجال ان القرايه بقت حاجه حلوه. طب هل ممكن اعمل ده بس بشكل تاني، ان انا هو بيحب رياضه معينه، كل الاولاد بيحبوا كره القدم مثلا. هل اجيب له مثلا كتاب شكله حاجه يعني انا ابقى نفسي حاجه انا مهتمه بيها؟ الاطفال اذكى من كده. يعني لا. انا لو دخلت على ولد هم بيبقوا عارفين، هرميها قدامه كده، هرميها قدامه هسيبها مش هقول له اقرا. قبل كده كان في ام بتقولي ان ده ما بيحبش القرايه بس هو بيحب السسبنس وافلام الرعب والحاجات دي. أوكي. فرحت جبت له كتاب عن هاري بوتر، ما فتحوش. ما فتحوش. هي انا ابدا له من نفسه. دايما الواحد لما يبتدي الموضوع من نفسه يبقى اتحفز كده شويه. طيب.